يعني انت بتنصح الخبره او يعني بتنصح انه الواحد عشان يحسن قيادته ويحسن الدريفت تبعه انه مور تايم بيهايند ذا ويل وقت اكثر ورا الطاره فرص ماكسيمم يقدر يشارك فيها. عندنا منطلق الان على خط فؤاد البدايه فؤاد مكساسي من لبنان. شوفوا الدخنه وشوفوا الانطلاق. فؤاد كلنا بنعرف عم بسوق سياره بطل الاردني محمد التخم كمان. محمد هي السياره اللي ربحت ريد بول كار بارك دريفت فاينل بعام 2012 بالبحر الميت. حلو يا فؤاد. برافو برافو برافو. شو فينا نقول عنا جلس رجع يعني انا فؤاد هارد لك هارد لك هارد لك هذا اللي عم نحكي نحن فرانسوا. هيدا اخ خلص كسر دولاب كسر دولاب. هذه دخول المنطقه من الاسفلت للباتون او هذا اللي عم بصير. قلت لكم انا عم تتغير الطريق بتصير زلقه وبصير عندك تماسك اكثر والدريفتري عليهم يفكروا اول شيء يكون طالع بالعرض رايح دريفتنج يفكر كيف بده يسيب الكليبنج بوينت والكوع الشمال من بعد الكليبنج بوينت. بعتقد فؤاد شوي راح من تفكيره شوي على السياره فكر اكثر بالكوع كيف بده ياخذها جهه اليمين صدم بالبامبر او دولاب قدام الشمال بالحيط. يعني لسوء الحظ كمان هيدي السياره ثاني تظهر من اول طلعه معنا مع انه حسينين من بعد الكليبنج بوينت رجع جلس شوي بس جلس ولكن شوي. ما كان في اي تحكم بالسياره حرام. فرانسوا بتعرف الدريفتر عم بكون عم يعمل يمكن شي 20 حركه بنفس اللحظه اللي عم بصير ما بلومهم بس بالنهايه يعني فؤاد انا كنت بعرف انه فيكون احسن من هيك غلطه بتصير ما بنقول لا مع انه حرام كان اداؤه بياخذ العقل قدر اخذ الكليبنج بوينت مثل ما قلت مكمل من بعدها ما بعرف شو صار يعني بس لسوء الحظ يعني ايه هلا صار عندنا يعني هلا بهالحاله صار في عندنا ثلاث مشتركين اوتوماتيكلي برا غير متاهلين اوتوماتيكلي برا.